لاخر عليكم البنات، عيد مبارك سعيد. نتمنى تكونوا على خير وبخير، عواشر مباركة، يدخل عليكم الصحة والهنا طول العمر. يوم جينا غادي نحتفلوا ان شاء الله بعيد الاضحى، كما تتشوفوا الجو زوين، غادي نحتفلوا به اليوم في حديقة البيت. غادي نغيروا الروتين بما ان الجو زوين. المهم هنا غادي يكون البيفي ديالنا ان شاء الله هنايا. هانتوما شفتوا الطويبلات، دابا غادي نفرش العناب، وهذا غتبقاو معايا باش تشوفوا المراحل ديال البيفي ديال الفطور ديالنا. هانتوما هنا كما تشوفوا صابنا العناب ديالنا، درت هاد البابي في الوسط هو على هاد الشكل هذا، باش نهرسو هذاك اللون غيكون تام يعني في البيض وفي الكري. المهم بقاو معايا تبعوا التتمه. هاهو البيفي ديالنا، وجدناه هانتوما طبيصلات، درناه تما في اللون الكري. نتمنى يكون تيبان لكم مع دابا الشميشه. هكا حطينا هنا عيد مبارك سعيد، نتمنى تكون يعني عجبكم. هذا هو الشكل ديالو، جا على هذا الشكل هذا بالطريقه هذه. ودابا غادي نمشيو نوجدو الفطور ديالنا. هنا غادي نقطعو ديال الشوكولا، نوجدو تا هو